طيب الهيراركيز، الهيراركيز اللي هي الهرميات الخاصة بالرئيسي والفرعي. الفكرة كلها خش على طول في المثال، سيبك من الكلام العربي ده مش موجود مثال للأسف. إيه هي الفكرة بتاعتها؟ إن أنا يبقى عندي رئيسي سوبر تايب وعندي سب تايب، والسب تايب ده سبحان الله يتحول إلى سوبر تايب، يعني يطلع منه سب تايبس تاني. فاهمين فكرتها؟ يعني عندي يجي عندي نوع فرعي، نوع سب تايب، والاقي له كمان يبقى هو اكنه سوبر تايب لحاجات تانية، اكنه هو سوبر تايب لحاجات تانية. اديكم مثال، لو انا عندي عندي تيتشر، عندي الاول بيرسون، حطيت في الاي دي والنيم والجندر والتاريخ الميلاد، حطيت مثلا شوف حاجات اساسيه، وفي الجامعه قمنا واخدين منه تيتشر وقمنا واخدين منه ستودنت عادي، صح ولا ايه؟ وممكن اخد منه كمان امبلي ولا لا؟ تمام. ولما جيت خدت منه امبلي لقيت ان الامبلي في منه مثلا اور لامبلي وفي سالري لامبلي، خدت بالك كده بقى الموضوع ايه؟ بقى عندي بيرسون ده السوبر تايب، طالع منه مين؟ السب بتاعه تيتشر ستودنت امبلي، صح؟ وجيت على الامبلي بقى في حد ذاته اعتبرته سوبر تايب وتحتيه سب تايبس اسمها الاورلي امبلويز والسالري امبلويز. فجه ال جه بالنسبه لي الامبلي بقى سب تايب للسوبر تايب اللي اسمه بيرسون، وجه سوبر تايب بالنسبه للاورلي ايه امبلويز وبالنسبه للسالري امبلويز، صح؟ دي الفكره. فده بيقول لك ان ده مسموح، ما تجيش تقول لي غلط، ده عادي مفيش اي مشكله فيه. لا انهيرتد من الامبلي بس، الامبلي انهيرتد من البيرسون. ها لا لا خلاص، هو ده هيحصل اوتوماتيك خلاص، لكن هو يعني ضمنيا هيحصل، بس هو فعليا مش كده، هو فعليا اللي هيحصل هو بياخد من الامبلي بس خلاص، بس الامبلي اصلا هو عباره عن كل الاتريبيوتس اللي موجوده في البيرسون بلس كل الاتريبيوتس اللي موجوده في الامبلي اهو على بعض، فانا بورث منه. انا مين؟ انا مثلا السالرد امبلي بورث منه خلاص، اللي هو بقى ايه عباره عن ده كله جديد، ده النظام الجديد بتاعه، وده موجود في كل لغات البرمجه الحديثه. يعني انا اكدت على الحته دي ليه؟ لان في البرمجه الحديثه كلها لغت حاجه اسمها المالتيبل انهيرتنس، لغت الفكره بتاعت المالتيبل انهيرتنس تمام، وقالت ان المالتيبل انهيرتنس زي السي بلس بلس فيها مالتيبل انهيرتنس مثلا. الجافا لا ما فيهاش مالتيبل انهيرتنس، فيها بس ايه ان فيها الهيراركي، هي اسلوب اخر للمالتيبل انهيرتنس، فاهمني؟ اسلوب اخر اللي هو زي الفكره بس منظمه اكتر. لكن لو انت انا ليه اكدت عليك وقلت لا كده؟ عشان ما فيش حد يتخيل ان انا عندي ان انا اقدر اعمل سب تايب السوبر بتاعه هو اتنين انتيتيز، يعني يبقى هو في اتنين سوبر وهو السب الجديد. واصل لكم الفكره دي هتبقى كارثيه، لان انا هيبقى عندي انتيتي. تعال تخيل كده ان انا كان عندي البيرسون لوحده وكان عندي الامبلي لوحده خلاص، وهعمل نوع جديد، هعمل نوع جديد اخليه يورث من الامبلي ويورث من البيرسون، بس خد بالك السوبر هو بيرسون والسوبر هو امبلي. تخيل كده، لو انا عندي امبلي رقم 15
وعندي البيرسون رقم 5. انا بقى الجديد ده عايز اخد اسم من 15 و5. وصلت الفكرة؟ ايه؟ ده حاجات كتير بس انا مش عايز ادي امثله عشان عايز افهمك الفكره بشكل مجرد قوي. ينفع؟ اول كونفليكت هيحصل، اول كونفليكت هيحصل رقم، الرقم ذات نفسه، ان رقم 15 وان رقم 5. طب انا اول اخد انهي رقم فيهم؟ ولا اخد الاثنين؟ اخد 15 و5. طب لو افترضنا ان في نيم وهنا في نيم، وانا اسمه محمد وانا اسمه كريم، انا لما اجي انادي لك اقول لك يا ايه؟ فاهمني ازاي؟ هيحصل كونفليكت كبير، صح ولا لا؟ هيحصل كونفليكت جامد، ان انا هنا انا الفرع مش انا الرئيسي. لو انا الرئيسي مفيش مشكله، لو انا الرئيسي وانتوا الاثنين فرع تحتيه ما عنديش مشكله، لان هيبقى الرئيسي حاجه واحده واحنا كنا بناخدها، لكن انا الفرعي لازم اخد من الاثنين. طب لو الاثنين اصلا ما لهمش علاقه ببعض ده كارثه، لان ما اعرفش ايه الداتا اللي هنا. ده وارد يكون هنا في نيم وهنا في نيم، انتوا واخدين فكره؟ ممكن يكون هنا في اتريبيوت اسمه نيم، وهنا وارد يكون في اتريبيوت اسمه نيم، واجي انا اخد انه نيم، هنالف هاخد الاولاني ولا اخد الثاني، ولا ادمج الاثنين، ولا احط الاول قبل الثاني، ولا احط اي لعب بقى. فالموضوع هيبقى فيه كونفليكت، ده اسمه مالتيبل انيرتنس. تمام؟ ده اللي مش بنتكلم عليه، احنا بنتكلم على الهيراركي، يعني واحد ورث تحتيه الثاني، او ورث اللي تحتيه الثالث، ورث اللي تحتيه، وهكذا من بناء الشجره. خلاص؟ طيب